السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم مع برنامج الحكم الذي يأتيكم من خلال تغطية بطولة كأس قطر للموسم 2018. مساكم الله بالخير، وكالمتعودين احنا نطلع معاكم على الساعة 4:30، لكن اليوم طلعنا الساعة 2:30 من خلال جدول التابع للغناء أو لبرمجة الغناء عموما. ورحب بكل من يتابع برنامج الحكم وخاصة أسرة برنامج الحكم اللي يتداولون من خلال الحالات التحكيمية، الكابتن ناصر العنزي والكابتن عبد الله القحطاني والكابتن عبد الرحمن عبد الخالق، من خلال هذه الحلقة اللي يعتبر حلقة هذه اليوم هي راح تأخذ مؤشر كبير من خلال إثبات النقاش، الجرأة في الطرح والصراحة وعدم المجاملة، من خلال المعطيات التي اختاروها والحالات اللي اختاروها محللين برنامج الحكم اللي نعتز بتواجدهم من خلال قناة الدوري والكاس، كما ذكرت المحلل ناصر العنزي والمحلل عبد الله القحطاني والمحلل عبد الرحمن عبد الخالق. مساكم الله بالخير بطلال، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور ببلال، ونمسي على جميع متابعين قنوات الدوري الكاس خاصة جمهور برنامج الحكم، ومسي على ابو بدر وابو فهد. ابو فهد مساك الله بالخير. الله يمسك بالنور يا ابو بلال، انتم المشاهدين وابو بدر وابو طلال. اهلا وسهلا ابو بدر، مساك الله بالخير. يا مساء النور يا مرحبتين، يا اهلا فيك، مساء الخير. مساء الخير ابو طلال، مساء الخير ابو فهد، مساء الخير على المشاهد الكريم. انا اعتقد ان مباراة الامس صعبة 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 جدا، خاصة بالنسبة للمغيبين التحكيم، مباراة نهائي. الشيء الحلو في المباراة الجمهور الكبير اللي كان مالئ استاد جاسم بن حمد، الكل لم يتوقع هذا العدد من الجماهير، ولكن فعلا كان ثابت حب الجماهير وعشقهم لكرة القدم في التواجد خلف الفريقين سواء دحيل أو نادي السد. نقول مبروك لنادي دحيل فوزه بكاس قطر، الحظ أوفر لنادي السد. نتمنى إن شاء الله في مباريات كأس سمو أمير البلاد المفدى اللي ما زالت الأدوار التمهيدية حتى نهاية إن شاء الله البطولة. أنا أقول مباراة الأمس كانت ملتقى كبير بالنسبة للتحكيم القطري، وأيضا من خلال الاكتشافات الجديدة للمحللين الجدد، ما أدري أنا يعني في اكتشافات جديدة لمحللين غير برنامج الحكم، هذا الكلام أنا أقصد في القول، لأن فيه بعض الناس يتحلل زين ولكن لا تفهم، مع احترامي من حقكم الواحد يتكلم، بس في قانون من المادة واحدة إلى المادة 17، وفي بروتوكول تقنية الفيديو، هذه مش أنا أقول ولا أنا أتفلفس، هذه المشرع اللي هو من الآيفاب المجلس الدولي التشريعي اللي مشي كرة القدم من بدت كأس العالم اللي هي سنة 1930 أعتقد في إيطاليا. نعم صحيح. ولا أنا غلطان؟ صحيح. فمو بإحنا نحط القانون، ولا لجنة الحكام بالاتحاد القطري، ولا الاتحاد القطري لكرة القدم يحط القانون، إحنا نتبع مثل بقية الدول، لازم نواكب الحضارة اللي متواجدة في كرة القدم اللي هي تقنية الفيديو. ممكن الكل البعض يختلف مكان أو زمن تقنية الفيديو ليش طبقت، لأن لا ندافع عن لجنة الحكام بالاتحاد القطري، والله ما ندافع عنهم، ولكن شفناهم من العام الماضي هم يستعدون لتقنية الفيديو من خلال معسكر طبرقة، ولا لا يا الأسعد معد برنامج الحكم هو اللي قام بعمل تقرير كامل عن تقنية الفيديو للجنة الحكام. اختيار التحكيم أو اختيار الحكم
أنا بجيب من الآخر لأن إحنا بنتكلم في حيثيات الـ 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 الحالة الحالات، ولكن عيب عيب إن إحنا نستهزأ بإنسان يتعب ليل نهار. ممكن الله يوفقني ممكن ما يوفقني. نجوم كبار ينعتون الحكام بالبش، شنو هالكلام؟ ما ننزل إلى المستوى هذا، ما ننزل للمستوى هذا. قطر وصلت بالرياضة وخاصة كرة القدم إلى أعلى المستويات، هذا مش كلامي، هذا الفعائل اللي قاعد نشوفها. احنا عندنا كأس العالم 2022، المنتخب العربي الوحيد اللي وصل لنهائيات كأس العالم على المراحل الثلاث سواء الناشئين أو الشباب أو الأول هي الكرة القطرية سنة 1981. كنت وأنا أتشرفت أن أنا كنت مع هذا المنتخب اللي وصل المركز الثاني في كأس العالم. من كذا احنا هني عندنا المسؤولين يهتمون بالرياضة من سنة 1980 حتى اللحظة. واحد يتطنز يقول لك الحكم بش، شنو هاي يا أخي؟ أحترمك كإنسان، أحترم أهله، أحترم عائلته، عيب. وبعدين أنت على إعلام، أنت مش داخل، مش في البيت، بروحك تتكلم، أنت تتكلم أمام العامة، يجب أن يكون هناك احترام للشخص. أخطأ ما أخطأ هذا شيء ثاني، هذه كرة قدم في الأخير، كرة قدم. البعض يقول منهم أنا أقول هاي لعب ولهو، لعب أنك تتسلى ولهو أن ممكن تمر عليك ثلاث ساعات أنت تتفرج. مهمة مهمة صح في مجتمعنا مهمة، بس أنعت الناس بأوصاف. ناخذ فاصل ثم نعود. في الوقت الذي يقترب فيه السويق من حسم اللقب، يسعى النصر للاقتراب أكثر من الوساطة. النصر والسويق في المرحلة 18 من الدور العماني لكرة القدم، تأتيكم مباشرة على قنوات الكأس اليوم 17:00 بتوقيت الدوحة. اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. من البدايه بطلال، المباراه امس كانت صعبه جدا، متوسط الصعوبه. اي مباراه نهائيه صعبه جدا مبلال. ابو فهد، المباراه امسيه صعبه جدا. ابو بدر، صعبه جدا. طيب كلنا نختلف ان التقييم صعبة جداً. ما يكون اقل من ايش؟ 8.5 اوكي ل 9/10. يعني اذا ذكرته 7.5 او 7 قرار تحكيمي مؤثر على نتيجة المباراة. ممتاز. عطني ركلة الجزاء، شوفها من كل الزوايا. ما بي منكم أي حد يعلق عليها، بس خلنا نشوفه والمشاهد يشوف. هذه الزاوية الأولى، حلو يا تراس، حلو، شغل حلو. هاي الزاوية الجانبية من المقصورة أو من الكاميرا الرئيسية. معليش يا تراس، نرجع للأول. أيوة
لا لا عطني اياها كامله. ايوه كامله. ارجع شوي ارجع شوي بالضبط. نشوف هو هنا في تنافس على الكوره تمام، وهذه زاويه اخرى. وهذه زاوية جانبية أخرى. وهذه خلف المرمى. تمام بس شكرا تراس. بيت القصيد هذا عنوان الحلقة اليوم. ركلة جزاء هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ البعض يقول أو بعض الحكام أو بعض من يريد أن لا يفسر بالشيء الصحيح يقول لك ها هذه تقديرية، ما فيها تقديرية، في تنافس على كرة، من وصل الكرة قبل ها هو اللي فاز. هذا التفسير. لا ما بي صورة، ما بي صورة يا كابتن، صورة الشباب بيحللون، بس أنا أقول التفسير في تنافس على كرة، من وصل قبل على الكرة ها هو الصح. هذا تفسير العادي صح؟ نعم. غير الدخول في المباراة صح. تمام. إذا ناخذ طاقم التحكيم اللي قام بتحكيم مباراة الأمس بقيادة عبد الله العذبة. عبد الله العذبة كما ذكرنا يوم أمس 17 مباراة في الدوري خلال هذا الموسم، أعطي ثقة من قبل لجنة الحكام بالاتحاد القطري لقيادة المباراة اللي وصلت لين باقي آخر 20 ثانية من نهاية المباراة مع الوقت بدل الضائع اللي احتسبه الحكم، ثم انقلبت المباراة بسبب ركلة الجزاء التي يعني جاءت من تقنية الفيديو، ولكن احنا نقول المشرع يقول الحكم هو صاحب القرار. الحكم على أساس ما نلخبط ما بين ان الفيديو ايه الفيديو يقول لي ترى يا ناصر يا عنزي يا عبد الله يا قحطاني يا عبد الرحمن عبد الخالق في لقطة انا اشك إنه في شيء لازم أبيك تشوفه. أنت حكم تتوجه إلى الشاشة يشوف هو يقرر، مو تقنية الفيديو، في فرق كبير. عموما شك لا كلنا أمس أنتوا وصلنا إلى كلنا اتفقنا إن وجود طاقم قطري ها الكل أعطى الثقة صح ولا لا؟ أكيد طبعا أكيد. شك لمس يد على السد داخل ال 18 بطلات. نشوف في الدقيقة 53 و 30 ثانية في كرة على حدود على 18 يارد داخل 18 تسديدة من لاعب الدحيل، في لمس يد نعم على مدافع السد. خلينا نشوف اللمس اليد، هل اليد كانت طبيعية أو غير طبيعية؟ نعم اليد طبيعية من الأساس ببلال، واللاعب ما حرك يده، فاستمرار اللعب هو الصح، قرار الحكم استمرار اللعب هو الصح. ابو فهد استمرار اللعب قرار صحيح 100% في اللعب هذا. ابو بدر الكره جت من رقم 12 ضبط فيه احلى لقطه هذه يا تراس. الكره منين جت ابو بلال؟ اوكي من حامد اسماعيل. كابتن عطني استمراريه اللعب القانوني، استمراريه اللعب وضع اليد طبيعي، لا توجد ركله جزاء. زين تمام، ما هني عندنا مشكلة احنا اليوم انا عندي مشكلة، لانك لازم ترد على كل شيء يقال في التلفزيون. ما المشكلة بعض ضيوف برنامج المجلس مع احترامي لهم ما يتابعون التعديلات الجديدة. امس اثنين من الضيوف بدون ذكر اسماء يقول لك هذه ركلة جزاء. يا جماعة
والله العظيم احنا نشتغل في قناة واحدة، احنا مكملين لكم وانتم مكملين لنا. اذا برز برنامج المجلس كأن احنا نبرز، لان الشرف لنا يكون. واذا برز برنامج الحكم، يا جماعة انا قلت وعلى الهواء، ايش المشكلة انك تتصل يا اي محلل بعبد الله القحطاني، بناصر العنزي، عبد الرحمن، وتسأله في تعديل جديد على القانون. انا استغرب ضيوف ومحللين كبار يجي يقول لك ان هذه ركلة جزاء. كيف ركلة جزاء؟ في تعديل في القانون يقول لك اليد ناتورال او غير ناتورال، يعني طبيعية او لا. شلون المفسر؟ عطني اللعبة كابتن، شالوا التعمد. عطني اللعبة لحظة، ارجع شوي، ارجع لحظة انطلاق الكرة، لحظة انطلاق الكرة. اي لعبة هذا المفسر في الاتحاد الدولي للجنة التحكيم يقول لك شلون تكون اليد طبيعية؟ ان اليد ما يتغير مركز اليد لما تنطلق الكرة فقط. اذا تغيرت يده الى الاعلى، الى نص الاعلى، الى فوق راسه، والكرة ارتطمت باليد، معناته ان اليد غير طبيعية. نلاحظ احنا لما يوسف العربي لعب الكرة، شوف يد بدر وين كانت؟ في محلها، هي صح صادت الأصابع، لكن اليد طبيعية. فهني مستحيل هذه فيها ركلة جزاء. هذا التفسير، واحنا قلناه ونعيد ونكرر نقول. في حد يبي يعقب؟ لا، حد يبي يعقب؟ عندك اللعبة يا ابو بلال، شرح وافي. بس عندك اللعبة عند من كانت؟ عندي انا. اي تفضل بطلع. فاليد طبيعية، التعديل الجديد مثل ما تفضلت شالوا كلمة تعمد، حطوا كلمة طبيعية او غير طبيعية، فاستمرار اللعب هو الاصح. فقراءة الحكم للعبة كانت صحيحة، وقرار استمرار اللعب هو الصح. دقيقة 55 و20، سقوط لاعب التحيل داخل 18. وفهد نشوف هنا الدقيقة ثلاثة، الدقيقة 55، ونشوف هنا السقوط، ونشوف الابعاد البطيئة تكلم عنها. هل فعلا اللاعب هذا عنده سقوطة؟ هل في ركلة جزاء ولا استمرار اللعب؟ وتمركز عبد الله قريب من الحدث، نشوف العادة بطيئة. واتكلم لكم وجهة نظري وجهة نظر القانون. هنا طبعا طريقة الدبل كيك هذه دشت في خانة دقيقة عبد الله، تكلم من وجهة نظرك ولا وجهة نظر القانون؟ انا قلت لك البداية اتكلم، وانت الحين قلت اتكلم من وجهة نظري. القانون وجهة نظري انا. شو يعني؟ يعني لما احلل على الشاشة شو يعني؟ يعني لما احلل يا بدر، احلل بالقانون ما احلل مزاجي انا. إيه انت انت تقول وجهة نظري. إيه لاني انا محلل القانون. انا انت تقول وجهة نظري. وجهة نظري تحكي محلل القانون، انا كمحلل القانون وادرس القانون. إيه؟ او وجهة نظري اللي بقولها الحين. وجهة نظرك يعني محدودة لك انت بس. لا، بالقانون مش مزاجي. اللي يقول القانون، اللي يقول القانون. اي اوكي، هذا اللي بقول انا. اي جيبها باللعب العادي والبطيء وتتكلم عنها. تمام. هنا لما انا اعمل دبل كيك لازم اراعي سلامة المنافسين اللي حوالي، هذا واحد. اثنين، اللاعب لما عمل بالطريقة هذه وين ضربت قدمه؟ ضربت قدمه يد اللاعب لتحيل. لا، هاي الزاوية مو هذه. تفضل. هذه الزاوية. أيوة، هذه شات اليد. شوف يد المهاجم ارتفعت. خليني أكمل خد. تفضل. هنا لازم يحتسب ركلة جزاء لصالح تحيل على السد في الدقيقة 55، ولكن الحكم ولا الفيديو شافوها. الحكم بالنسبة لي وجهة نظري حتى ببادر. ببادر. أولا كرة القدم تلعب بالرأس، جميع أجزاء الجسم ما عدا اليد. اليد لا يجوز اللعب فيها ولمس الكرة في اليد، حتى في التسلل ما في لعب الكرة في اليد. لاحظ لاعب الدحيل اليد اليمين شنو سوى لما لحظة لعب بدرو دبل كيك، مد يده عبد الكريم حسن. عبد الكريم حسن، لاحظ اليد اليمين، لاحظ، شوف الآن وين راحت يده؟ في اتجاه القدم بالذات. لعب الكرة تلعب في الرأس، في الصدر، في القدم، في الفخذ، في الظهر، بكل أجزاء ما عدا اليد. ذكاء من اللاعب، حاول يخدع الحكم في هذه اللقطة. شوف يد اليمين وداها. انت شو تقول؟ استمرارية اللعب، لا توجد ركلة جزاء. هذه استمرارية؟ استمرارية اللعب. بطلال
استمرارية اللعب لسبب واحد، ارجع للحالة من البداية، ارجع فيها ارجع فيها، هو اللاعب ساقط على الأرض، لاعب المدافع المهاجم ساقط على الأرض، المشيها المشيها المشيها، عطني الزاوية اللي عقبها غير هذه، عطني الزاوية اللي عقبها المشيها، خلينا نشوف الإعادة، الإعادة وقف وقف، ارجع 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 ارجع، بعد بعد ببلال، الكرة وين؟ الكرة في الهواء، المهاجم وين؟ على الأرض، صح ولا لا؟ عبد الكريم يطالع الكرة صح؟ خلينا نشوف الحين مشيها، الكل يطالع الكرة، عبد الكريم ماخذ قرار بيلعب الباكورد، اللاعب على الأرض، قام اللاعب، قام اللاعب ما شقح مثل ما قال أبو بدر، مد يده لرجل اللاعب، فاستمرار اللعب هو الأصح، لأن اللاعب المهاجم مو برايح للكرة ولا يطالع الكرة، تعمد مد يده للمدافع على أساس ياخذ ركلة جزاء فيه، استمرار اللعب، تمركز الحكم ممتاز، قراءته ممتازة للحالة. القانون ايش يقول؟ القانون يقول استمرار اللعب. المدافع المدافع ما له ذنب ان انت جاي مد يدك، انت على الارض وقام من على الارض وما شقح للكره وما قاعد يطالع الكره، المهاجم ما قاعد يطالع، شوف ابو بلال ما قاعد يطالع الكره وما شقح، مد يده فقط، الكره في الهواء، ليش تمد يدك؟ عشان يعيق المدافع، فاستمرار اللعب هو الصح. على اي قانون يعني استفسرت يا ابو فهد؟ المادة 12 هناك ركلة جزاء، المادة 12 تقول تداخل اللاعب مع المنافس والكرة في اللعب في ثلاث أشياء عقب عليها أو أربع أشياء، الإهمال والتهور والقوة المفرطة والسلوك العنيف. هذه احنا أنا أعتبرها إهمال، بيض وجهك. أي أنا هذا بالنسبة لي إهمال. أنا أول مرة أسمع تحليل في القانون يقول حطيت يدي، هو مو بلمسة يد، ما جاب الكرة، خليك من حطة اليد، لا لا لا، مع احترامي اللي مع احترامي، عطني التفسير القانوني، تفسير القانون واضح وبلاد، اليد انا عاقبه في امور ثانيه مش في هذه، عاقبه عاقبه استعمالها في جول منع جول، لا لا انا برجع لك من البدايه، هذه بالعربي برجع لك من البدايه، انا برجع لك العربي الفصيح، لم يراعي سلامه لاعب تحيل لاعب السد عبد الكريم، واحد اثنين، لما اطلع دبل كيك اضرب ان شاء الله صبعه، اضرب يده، اضرب كف يده، اضرب راسه، الدش في الماده 12 اهمال وتحتسب ركله جزاء على لاعب السد، هذا القانون يتعلمناه ودرسناه في قانون كره القدم. فبدر اطلع الشاشه لو سمحت، لقطه المساحه تفضل، عطني لقطه المساحه الجانبيه، الجانبيه للمساحه بس، ارجع شويه، ارجع بس، الحين اطلع بس، وقف، لاحظ اليد وين راحت في الحالة الأولى، والأخوة المشاهدين قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، شيلي شوي، ارجع شوية الرأس، ارجع شوي، أسألك سؤال، تفضل، أنت تبي تقوم؟ أنا أبي أقوم، أنا أبي أقوم، حياك، لا 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 لاعب كلاعب بيقول سوري، أنا أبي أقوم، أوكي، شنو أستخدم؟ رأسي؟ لا مؤاخذة في الكلمة، لازم استخدم يدي، وين ها وين استخدم يدي على اساس اقوم عشان يقوم، اوكي ها اي نعم اوكي، صح ولا لا؟ صحيح، صح ولا لا؟ صحيح، انت شفت لاعب دحيل سوى، قام حط يده على الارض، نعم، وقام أوكي. ارتفعت يده مع جسمه، لا سلامتك وتعيش، عندك اللقطه الثانيه، ما بهذا الحين، انا بس وقف، ما انت ذكرت اليد، الحين اثبت لك بالدليل القاطع ان استخدم ايده لاعاقه المهاجم، ارجع الأولى، وين الأولى؟ ما صدت القدم، هذه كمل، شوف وين راحت، بس وقف، هذه اللي غد اليد اليمين ما صدت قدم اليمين لعبد الكريم حسن، كمل الثانية، أي يد يمين؟ هذه سوري، هذه اليد اليمين للمهاجم، ما أنا قلت لك اللاعب بيقوم، ولا لحظة 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 والله يا بدر، ما لحظة عبد الله، لحظة يا بفهد، لمس هذه بفهد أرجوك لا تتدخل، أرجوك خلي خلص أقول لك، إحنا مو بسمندي، لو سمحت إحنا رجال، لو سمحت الحل المثل، نطلع فاصل، لا علي، لا بدر، لو سمحت ما راح أعطيك فرصة، لا لا تعطيني، ما راح أعطيك فرصة، ما تعطيني أقعد، لو سمحت، لا لا ما تبي تدوم، سمندي قاعد، حياك الله، جاينا مع السلامة، لو سمحت، إحنا محلين، لو سمحت أنا كلمة الحين، محلين شارع، أقول لك لو سمحت، خلي يخلص الريال، محل شوارع احنا، ولا صدي، انا لو سمحت لا تتدخل، لا يا استاذ شريف اطلع فاصل، ما لمست الرجل، اليد ما جات الرجل، يا ابن الحلال انا باجيك، we'll be right back.
اهلا وسهلا، رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدين الكرام. تفضل ابو بدر كمل كمل وعطني شرح، عطني الحاله الثانيه لما قام اللاعب الترسم شرح يا ابو بدر لو سمحت. الوقت ان شاء الله، بس وقف ارجع شويه، لاحظ اليد اليمين، كمل اصعد فوق، روح كمل، لاحظ شنو يحاول اللاعب يمسك، يمنع اللاعب من لعب الكره دبل كيك في يده، اليد اليمين اللاعب مهاجم دحيل، لاحظها مره ثانيه والاخوه المشاهدين. خلاص يا ابو بدر خلاص، حاول مسك اللاعب لو كان في خطا، لو كان في خطا على مهاجم الدحيل استبات اللعب والغرض صحيح. الدقيقه 79 يعني انت تتفقون ان هذه ما فيها ركله جزاء؟ ابدا، هي الدقيقه 55 فهد يقول فيها ركله جزاء اهمال. ابو طلال شو تقول؟ لو المهاجم ذكي كان حط راسه بدل يده وياخذ ركله جزاء. برافو يا ابو طلال، ياخذ ركله جزاء. برافو يا ابو طلال. 79 انذار لاعب دحيل رقم 10 الدقيقه 79 ابو طلال. الدقيقه 79 نشوف ال لا اللي قبل، اللي قبل مو بهذه اللي قبل 79 قبل هذه الحاله اللي سؤال بسعر. سؤال سؤال تفضل. ارجع للعبه اللي ارجع للعبه اللي راحت، ارجع للعبه اللي راحت يا تراس، دبل كيك لعبد الكريم اللي ناقشناها. اي اللي ناقشناها هذه عطني الدبل كيك العادة، عطني الدبل كيك. سؤال، احنا امس جبنا الفيديو يتدخل متى صح؟ صح. اي نعم صح. هذه اللعبة ليش ما تدخل فيها الفيديو؟ قدرها انه ما فيها شيء. صح الفيديو ممكن. الفيديو راح الاعادات شافوها مرتين ثلاث قدروا انه ما فيها شيء. مو بدر ابو بلال، الفيديو يبلغ الحكم فيها شك، قدر الفيديو حكم الفيديو ان هذا اللي اللعب. اوكي خلاص اوكي. دقيقه 79 نزار لاعب دحيل عند من؟ ابو طلال. ابو طلال نشوف الحاله صارت عند خط التماس. ابو بلال سقوط اثنين لاعبين من دحيل ومن السد، الحكم مشى اللعب لين ما طلعت الكره رميه التماس، الحكم تفاجئنا شوف الدخول ما صفر على الخطا، مشى اللعب سقوط اللاعب في حركه من رجل اللاعب تحيل على اللاعب السد. نشوف اللعب هذا في ركل، في ركل. أيوة. كابتن الموجود في ركل في مكان حساس. اي نعم، فنشوف الحكم ايش سوى ابو بلال. كابتن عطني قرارك. قراري انا انذار فقط في الحاله، المفروض ركله حره، ركله حره مباشره وانذار اصفر. اي نعم ركله حره مباشره وانذار اصفر على اللاعب تحيل. سلوك غير رياضي، بس الغريب انه ليش تلعب كره رميه تماس؟ انذار مستحق. خليك يا اخي عطني قرار. الحكم عطى كرت. الانذار انا اسال هني، انا اسال قوه اللعبه هذه فيه، هل هي كرت احمر ولا اصفر؟ تقول لي اوت وما اوت الله يهداك. ابو فهد اعلى درجه تهور انذار فقط هي الواجب يطلعها الحكم. انذار انذار بس فقط، لانها اعلى درجه تهور بولاد بدون كره بس. شكل لمس يد على الدحيل داخل 18 دقيقه 90 ابو فهد. نشوف هنا شكل لمسة يد على الدحيل، طبعا هنا الكرة نشوف هي لعبتين، لعبتين في لعبة. نطالع الأولى ونطالع الثانية، هل الكرة بحثت عن اليد؟ يعني هل تحولت من طبيعية لغير طبيعية في التعديل الجديد؟ أول الركل كمل ضربت الجسم، وهذه اللعبة الأولى أنا ما صفر عليها، حتى لو طقت يده، هي ما طقت يده، بس لو طقت يده ما في ركلة جزاء. نجي للثانية بعد ما راحت الثانية، الثانية ضربت في صدره زين واليدين في موقع الطبيعي ونزلت واللعبة ما في شيء، وبرافو على الحكم في استمرار اللعبة في اللعبة هذه. عطني عطني اي روح روح شوف اي روح. هذه اوضح، هذه اوضح شاشة، هذه واضحة، والثانية راحت وين؟ راحت في جنبه. اي وحتى اليد على مستوى الجسم، يعني اليد يا ابو بلال ما تحركت مكانها حتى لو لمست اليد. وانا بطلع على الشاشة بس ابين شيء واحد اللي هو لمس اليد. امسكها بيدك، خل في يدك اليمين. حلو حلو ممتاز. يلا ممتاز. عطني عطني اللعبه، عطني اللعبه هذه. انا اسالك ابو فهد، نعم انت تشوف يد اللاعب؟ بس خذ جنب شوي ابو بلال عشان اشوفه. ان شاء الله جنب شوي ان شاء الله. سكت عليه المره كذي. روح روح روح. اي اوكي اوكي بعدين روح. احنا نشوف انا حشوف. روح اي روح تفضل روح تفضل تفضل. حتى اللاعب لو تلاحظ يده ها لا يوحي بوجهه انه يبي يتفادى الكره. نعم. الكره صح. صح. واليد طبيعيه في وضع طبيعي. نعم في اليد طبيعيه صح ولا لا؟ 100% 100% 100% وضع طبيعي، والاستمرار اللعب هو القرار الصح في اللعب. والاستمرار اللعب هو القرار الصح. صحيح. القرار الصحيح السليم.
يعني الاثنين مدافعين كانوا يتفادون اللعبه صحيح. وشرح ابو فهد كان دقيق فيها لانه فعلا في الحاله الاولى ما فيها شيء والثانيه جسم واليد بس بالضبط. اليد طبيعيه كانت دقيقه 93 خطا وانذار لاعب السد رقم 11 زائد حكم الفيديو يستدعي الحكم في قرار اعاقه لاعب الدحيل ابو بدر دقيقه 93 وهذه نقطه المفصلية في المباراة سقوط لاعب الدحيل في الدقيقة 93 الحكم لا يأمر بشيء تستمر الكرة في تدخل أو تنافس كرة على الطبيعة على الكرة الحكم يحتسب خطأ على بغداد بنجاح اعتراض بغداد بنجاح هو للإنذار بغداد بنجاح للاعتراض على قرار الحكم في هذه اللحظة حكم الفيديو يستدعي حكم الساحة يقول له في سقوط لاعب الدحيل داخل منطقة الجزاء يقول له تعال شوف اللعبة الحكم شاف الكرة أو اللعبة من كذا زاوية الحكم يروح بهذه الجزئية بالذات وبدر خلص الحكم يروح منطقة الجزاء يقول بناء على أوامر الفيديو هناك ركلة جزاء تمام ركلة جزاء احتسبها عبد الله العذبة غير صحيحة نهائيا الكرة في الأرض تنافس مدافع الدحيل مدافع السد مع مهاجم الدحيل الكرة على الأرض يحاول يوسف العربي ركن الكرة مثل بليسك يلعبها نجح مدافع السد في القدم الشمال في الوجه الخارجي الداخلي للقدم نجح في لمس ولعب الكرة أولا استمرت اللعب هو القرار الصحيح لا توجد ركلة جزاء بطلال من الحالات الصعبة ببلال بطلال عندنا أربع شرحك أنا نص نص ببلال يعني عطني شرحك ما أقدر الشرح اللي أنا أقوله المدافع حاول لعب الكرة هل المدافع هني بالهلا بطلال لمس الكرة بطلال لعبة صعبة ما أقدر ببلال ما أقدر أعطيك القرار رأيك أنا هني مرتضى لمس الكرة هنيها شو اللي يضمن إذا لمس في الكرة في نفس الوقت إذا لمس اللي الكرة لمسها في نفس الوقت مهاجم الدحيل اللي لمسها يوسف العربي ببلال القانون اذا المدافع لمس الكره قبل الركل تمام. او بعد الركل استئناف اللعب انت شو تقول الحال بالنسبه لي صعبه انا مو جازم اذا اللاعب لمس الكره ولا المدافع اذا لمس الكره استمرار اللعب اذا المدافع انت شو تقول لمس ولا لا صعبه ما اقدر صعبه اللعبه لا يوجد فيها ركله جزاء نهائيا وفهد عطني الكونسبت مالك قلت لك شوف عطني انت شو تقول انا اقول لك الكره ما فيها ركله جزاء لسبب تمام الماده في 12 تقول لك اذا دخل اللاعب على المنافس يقطع الكره ايه؟ اذا دخل بهمال ها وقطعها ما نعم. دخل بتاول تدري هذه لو دخل باندفاع اصفرك الجزاء نعم. لو باندفاع ركز معي بل. معاه لكن بالدخول هذا ادري تقصد بس سبيد فيض الوجه لكن الدخول بالطريقه هذه منافسه على كره القدم هنا عطوا ركز جزاء الفيديو والحكم لتحيل غلط انا اقول لك غلط وظلم السد فيها اعطيك على براءه كبيره نعم اسحب كل لا ما اسحب اسحب كل الظلم بدر ظلم غير متعمد عفوا ظلم لا عفوا افهم قصدك لا ظلم غير متعمد بس. لا 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 ما اعوذ بالله ظلم غير متعمد بس. طبعا لا لا بوبلال ممكن تكبر اول ما يحط المدافع ريله جنب هذه تكبر الصوره هل لمس الكره ولا لا انا ايش قلت لك في بدايه الحلقه بطلال رحت وكبرت لحظه اللمس ولا هذه المدافع هذي قبل الركل او بعد الركل اذا فعلا لمس الكره مثل ما قال ابو فهد نعم لامس الكره بدر ركل لامس الكره يعتبر استمرار اللعب ما فيه اي شيء مشيت الراس وارجع خلي المشاهد يشوف شلون الاستاد هاي المسامير التاتش اللي صار تكرم حذاء المدافع الحذاء مال المدافع مرتضى اللي لابس الابيض زين شلون لو لمس بسيط لو لمس مستحيل بسيط استمرار اللعب لو لمس بسيط استمرار اللعب ولكن اذا ما في لمس قرار تقدير قرار الحكم ركله جزاء صحيحه تكون ولكن عندنا اربع حالات اربع كاميرات ببلال ثلاث كاميرات تبين المدافع ما لمس الكره والحاله الوحيده هذه ان فيها شك يمكن 50 60% ان فعلا مثل ما تفضلت بتكرم بريكات الحذاء لمس الكره حاله صعبه جدا حاله دقيقه ولا يعاتب عليه حكم الفيديو ببلال لا 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 اللي كل مسوي ضجه عليه لان حكم الفيديو بلغ الحكم بالصوره انا ايش قلت لك لا لا انا ايش قلت لك بدايه البرنامج قلت لك الفيديو يبلغ الحكم متى يتدخل حكم الفيديو صح الكلام والقرار الاخير والاول
لحكم الساحة. نعم تعطيني 30 ثانية أبو بلال. تفضل. هو كرامك على متمة، هو الفيديو شاف اللقطة شك فيها، كان بلغ الحكم قال يا عبد الله عذبه في لعبة أنا شك فيها، طبعا من التعليمات إن هذه لازم يشوفها شاشة، وهذا اللي صح. صار بيض الوجه. نعم. جاء عبد الله العذبه حط قام يطلع الشاشة، هنا عبد الله العذبه ويطلع الشاشة الظاهر ما شاف اللعبة ذي، شاف اللعبات كلها اللي من اليمين ومن الشمال، لا خذ الزوايا كلها. إذا شاف الزاوية هذه أنا هنا ألوم عبد الله العذبه فيها أن اتخذ ثلاث أجزاء، لكن بعد في نفس الوقت ألوم الفيديو، الفيديو المفروض ما يوعد عبد الله العذبه ما ينادي أبو بلال، والله العظيم خبرة عبد الرحمن جاسم كبيرة يطالعها مرتين ثلاث وما في داعي يقول حق عبد الله العذبه. يا جماعة خلكم واقعيين، انتهت مباراة 93، أنا عبد الله قحطاني أشيلك أشيلك يا عبد الله. سؤال الحين. نعم. سؤال، هل من حقي أنا كحكم لما ارجع لبداية اللعبة يا أستاذ شريف، بداية اللعبة ارجع شوي، ارجع لبداية اللعبة يا كابتن، لبداية اللعبة من بداية اللعبة هذه، أيوة ارجع شوي ها في بدايته، ايه بداياته، اوكي هني نركز شوي ابو فهد ابو طلال ابو بدر، دقيقة 92 و50 ثانية. مركز الحكم حلو. الحكم يحتسب 3 دقائق. نعم. صح. نعم. الباقي اللي واضح انه 7 ثواني. حلو. صح. ماشي. 7 6 5 4 3. هني انتهى الوقت الاصلي للمباراة. حلو. بس وقف هني. سؤال حلو. بس وقف هني ونوقف هني. وقف. اي ارجع. بس هني لحظة خروج الكرة. حلو. هني الحكم يقدر يصفر وينهي المباراة؟ يقدر. اكيد طبعا. سؤالك في محله وفي متمة المادة الخامسة شو تقول؟ بالضبط. إذا الحكم أطلق نهاية الشوط الثاني. أي. لا يجوز له الرجوع في القرار. الرجوع في القرار. هذا واحد. اثنين. عبد الله عذبة تأخيره لما يعطى إنذار بغدادي، الفيديو قاعد شغال فوق. بلغوه متأخر إن في تعال في لعبة شاكين فيها، زين؟ لو عبد الله العذبة أنا أطلق صافرته هنا يا أبو بلال كان عبارة نعطي عبد الله العذبة على الهواء 9 من 10 اليوم. لو أطلق صافرته ليش؟ لأن الفيديو بيقول له السلام عليك أنهيت المباراة هنا، ما أقدر أرجع القرار. فهمت قصدي؟ ولكن هي توافيق وأقدار يا بدر، توافيق وأقدار للحكم. الحكم مدي مباراة 92 دقيقة نجم بكل النجومية، هذه الدقيقة ضيعت كل شيء. أتكلم معك يا بصراحة يعني. كان عند المجال ببلال أول ما طلعت الكرة يصفر، كان عند مجال كتاب؟ أول ما احتاج عليه بغداد يصفر، كان عند مجال قبل ما يكلم الفيديو يصفر نهاية المباراة، وخاصة فريقين متعادلين. إذن هذه طرد لاعب السد رقم 6 زائد استبعاد مدرب السد. نشوف عطني يا ثم طرد لاعب السد رقم 11 طبعا طرد شافي غلط من شافي انه يدخل داخل ارض ارضيه الملعب. الانذار الاول انا كنت اتمنى من يعني اداره يستحق انذار اداره نادي السد. نعم. انه كب جماح لاعبينهم اللي بدوا يدخلون المباراه لحد الان ما انتهت. نعم. المباراه شغاله. هنا طرد المدرب، طرد شافي وطرد بنجاح، صارت المدرب فوضى. لا تلومهم يا اختي. طيب. نفسيا هذه غصبا عني يا بدر والله. لا 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 يعني لا 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 أرجوك ما عندي سنوات. أرجوك أقول لك أرجوك شوف الملعب ما عندي وقت. أرجوك ما عندي إلا 10 ثواني. طرد الحاجة عندي يا لو سمحت. أرجوك زين نشوف الإحصاءات بسرعة يا تراس. نتيجة انتهت 2-1 بطلال تقييم مباراة صعبة جدا. عطني التقييم على طول. صعبة. إذا القرار الحكم كان ركلة جزاء غير صحيحة 7.5 بالنسبة لك أنت. أنا نص ونص ما أقدر أعطي درجة لأن متأكد إذا اللاعب 7.5 7.5 إذا قرار الحكم لمس الكرة مو على المدافع. طبعا مباراة صعبة. الحكم الساعة 7.5 والفيديو 7.5 والساعة 7.5 والساعة الثانية 7.5 كلهم 7.5 والرابع 7.5. حكم الساعة 7.5 مساعد الأول والثاني 8.6 8.6 تمام. في حدا بيقول شيء؟ سلامتك.
إلى اللقاء.